أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. تقول المرويات الفكرية أن كل فكرة تعكس طابع المجتمع الذي يعتنقها، بما في ذلك الأديان والثورات. وربما يكون أبرز سؤال تبدأ الجماهير بالإجابة عليه: ما هي هوية الشعب الثائر؟ باعتبار أن الدولة التي تتشكل بعد الثورة انعكاس الهوية التي رفعتها الثورة أو تحركات، كانت تلك التحركات ثورية أو غير ثورية. فعندما تعلن أي حركة اجتماعية أو سياسية أو طائفية أو فاشية هوية بعينها، تأتي الدولة كنتيجة لتلك الهوية المرفوعة. الهوية الوطنية تنتج دولة وطنية، الهوية الطائفية تنتج دولة طائفية، الهوية المناطقية تنتج دولة مناطقية، والهوية السلالية تنتج دولة سلالية. عندما بدأت ثورة 14 من أكتوبر تتبلور، كان سؤال الهوية مهم ومحوري في خطاب الثورة ورؤيتها، وهي الإجابة على سؤال في غاية الأهمية: من نحن؟ وخصوصا أن المحتل عمل على محو الهوية اليمنية في جنوب اليمن واستبدالها بهوية جهوية، كما عملت الإمامة على محو الهوية اليمنية في الشمال واستبدالها بهوية سلالية مذهبية. تعود جذور الحركة الثورية لثورة 14 من أكتوبر للعام 1942، والتي وضعت فيها أول خطوات لتشكيل الاتحاد العمالي في عدن، والتي كان أولها تشكيل 11 مرشدا بحريا وأوروبيا، ثم تضاعفت خلال العام 1956 إلى ما يقارب 21 اتحاد عمالي، ضمت نحو أكثر من 30 ألف عامل بحسب المرويات. مثلت الاتحادات النقابية والعمالية النواة الرئيسية للثورة، وضاعفت الوعي بالحقوق. في الطرف الآخر للمعادلة السياسية، بدأت تتشكل في عدن نواة كبيرة جداً ودور بارز للعنصر الحضرمي، وخصوصاً الحضارم الذين تأثروا في الغربة وبالذات في أندونيسيا، متأثرين بالحركة القومية الأندونيسية، وهذا بدوره ضاعف بالوعي بالقومية اليمنية التي كانت النواة الأولى لثورة أكتوبر. من بعد عام 1945 بدأت تشهد عدن بداية تشكل الأندية الثقافية والسياسية، إصدار الصحف العربية، بداية أولى خطوات الحراك السياسي فيما يتعلق بالمطالب الإصلاحية والأفكار القومية وحقوق المرأة والحاجة للتعليم. بدأ الصوت السياسي والاجتماعي يرتفع في ظل موجة عربية واسعة عرفت حينها بثورات التحرر العربي. في عام 1952 ظهرت جماعة عرفت بجماعة النهضة، والتي أصدرت صحيفة النهضة في عدن، وكان لديها مطلب جميل جدا، وهو المطالبة بتوحيد الجنوب في دولة واحدة وإزالة الفوارق بين عدن والداخل من خلال القضاء على سلطة السلاطين، كما دعت دعوة مهمة جدا مبكرة إلى توحيد الشمال والجنوب، وطالبت بدلا عن الحكم التقليدي بإنشاء مجالس محلية لها عاصمة اتحادية هي عدن، وهي تعتبر أنضج رؤية سياسية وفكرية بالغة الأهمية والتأثير في تلك المرحلة. السلطات البريطانية رأت أن ذلك المسلك تحدي للسلطات، فمنعوا عام 1953 صدور النهضة، لكن الجماعة نفسها عادت من جديد وأصدرت 1954 مجلة الفجر، التي دعت إلى وحدة الجنوب داخليا وإلى وحدة الجنوب والشمال. وكشفت الفجر بذلك عن وجود جماعة سياسية واسعة متماسكة تقف خلف هذه المطالب. في الطرف المقابل لهذه المعادلة كان هنالك الإعلان عن تأسيس حركة اتحاد العمال، التي كانت أكثر الحركات العمالية حيوية وثورية وقومية في العالم العربي، كانت نتيجة لنمو تيار الثورية وقومية في صفوفها، استوعبت العمال اليمنيين جنوبيين وشماليين إلى حد سواء، رفضت الأشكال السياسية القائمة على أساس شطري، إذ كانت قاعدة الانتماء إليها على أسس هوية وطنية يمنية وعلى أسس هوية طبقية عمالية. الجبهة القومية كانت أيضا بداية تبلور للنضال الذي بدأ يكتسب بعدها الوطني الكبير، ومع بروز الكيانات الوطنية الكبيرة والقومية التي بدأت بالظهور بعد الإطاحة بالنظام الإمامي في صنعاء مباشرة، وبالذات تلك المعزولة عن المحميات وعن الداخل اليمني عموما شمالا وجنوبا،
وهو ما جعل الصراع والنضال يدور في إطار الصراع أشبه بصراع بين السلطة الحاكمة ومعارضها. كان هنالك صراعا مدنيا بحت، لم يكتسب هذا النضال بعده الوطني الكبير إلا مع بروز الكيانات الوطنية الكبيرة والقومية، والتي بدأت بالظهور بعيد الإطاحة بالنظام الإمامي في صنعاء. مع ظهور الجبهة القومية، حصلت الجبهة القومية على موطئ قدم في تعز ومناطق الشمال التي كانت بعيدة عن الاقتتال الجمهوري الملكي حينها، والتي أعلن عن تشكيلها تحت مسمى الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل. ولم تأخذ الجبهة طابعها الوطني العام إلا من خلال الصلات والروابط التي ظلت تربطها مع الداخل اليمني شمالا وجنوبا. وعلى عكس ما كان عليه في المؤتمر العمالي وحزب البعث الاشتراكي الذي ظل محصور في عدن ومعزول عن محيطها الوطني شمالا وجنوبا، وهذا هو الفارق الذي جعل نضال الجبهة القومية أكثر تأثيرا من غيرها بالنظر إلى طبيعة القوى التي اتحدت تحت مظلة الجبهة القومية من مناطق المحميات والشمال على حد سواء. وأعلن حينها أول نبأ مهم عن الجبهة القومية من إذاعة صنعاء في 20 يونيو 1963، في الوقت الذي صدر بيان من القاهرة عن الرئيسين عبد الناصر وعبد الله السلال حول حق الشعب اليمني في الشمال والجنوب بالاستقلال والوحدة. في ثورة أكتوبر هنالك أيضا ملامح الانطلاقة والاستقلال. في ذاكرة المناضل راشد محمد ثابت عضو الجبهة القومية للتحرير الكثير من الذكريات سجلها في كتابه ثورة 14 أكتوبر اليمنية من الانطلاق حتى الاستقلال. كان عام الاستقلال هو العام الأهم في تلك المرحلة، حيث تصاعدت الأحداث، وكانت الجبهة القومية قد سيطرت على الكثير من المناطق وقامت بحل السلطنات والمشائخ في تلك المناطق وتشكيل سلطة تنفيذية تقوم محلها، على الرغم من المخططات الكبيرة التي أنتاجها الاحتلال لخلق انقسامات داخل المشروع الوطني، ومنها إشعال فتيل الصراع بين المناضلين في الجبهة القومية وجبهة التحرير. واتخذت السلطات، سلطة الاحتلال، ذريعة بأنها لن تسلم السلطة إلا إلى سلطة تستطيع السيطرة على كل المناطق، وأنها كما كانت تزعم مع وحدة الأراضي اليمنية في الجنوب. تطورت الحركة السياسية والثورية وبدأت تفهم مخططات المحتل. وبحسب راشد محمد ثابت، على مشارف هذه التطورات لم يفت الجبهة القومية أمر التنبيه إلى ما تحيكه الحكومة البريطانية من مؤامرات لتدويل جزيرة ميون وبعض الجزر اليمنية الأخرى. وكانت الجبهة القومية قد حددت موقفها الواضح الصريح والقاضي بتحرير كل الجزر اليمنية واعتبارها جزءا من أراضي الجنوب اليمني المحتل. وهنا أيضا كما نلاحظ في هذه اللحظة الراهنة أهمية حضور الجزر اليمنية باعتبارها مطمع للمحتل والقوى النافذة الإقليمية والدولية. أيضا بدأ السلطات البريطانية تعبر عن نواياها بفصل الجزر وتدويلها، وبدأت على أثر ذلك باتخاذ خطوات عملية في طريق القيام باتصالات دبلوماسية مع مختلف الدول في الأمم المتحدة لتسليم الأمم المتحدة إدارة جزيرة ميون كما كانت تزعم. أبناء الجزيرة أيضا تنبهوا لمرامي هذه التحركات وأحبطوا مؤامرة التهيئة النفسية لتدويل الجزيرة، الأمر الذي اضطر بريطانيا إلى إعلان فشلها في تدويل هذه الجزيرة، ما جعل القوى الثورية والوطنية تتحرك نحو الاستقلال. الحالة السياسية والتفاوضية للثورة كانت تتنبه لقرارات تدعيها الحكومة البريطانية، وأن تلك القرارات لم تأتي بدافع الرغبة الصادقة من بريطانيا في تسليم الاستقلال والإقرار بحرية الشعب اليمني، ولا من واقع أن السياسة البريطانية قد تغيرت اتجاه الشعوب، والمناورات الدبلوماسية كان المناضلين والأحرار اليمنيين يدركون هذه الأهمية. وبدأ النضال الجماهيري يكتسب الطابع المسلح، وبدأت القوى الوطنية والثورية تتماسك، تنضج سياسيا، تنضج على المستوى الجماهيري، تنضج على مستوى التنسيق والتخطيط، حتى وصلت إلى مرحلة الاستقلال. أعزائي المشاهدين، هنالك ثلاثة مراجع مهمة لها علاقة بثورة أكتوبر وبالذات فيما يتعلق
بثنائية الهوية والاستقلال. المرجع الأول ثورة 14 أكتوبر اليمنية من الانطلاقة حتى الاستقلال لراشد محمد ثابت. أيضا الصراعات، كتاب الصراعات السياسية في شبه الجزيرة العربية للمؤرخ اليساري البريطاني فريد هاليدي، بالإضافة إلى بحث لنبيل البكيري منشور في موقع الجزيرة نت. مشاهدي الكرام، نذهب وإياكم لمشاهدة مشاهد من مدينة عدن وثورة 14 من أكتوبر، مصحوبة بالأغنية الثورية الشهيرة برع يا استعمار، برع للفنان الكبير محمد محسن عطروش. ودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة: بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على ملكوت حمير وسبأ.